هوب للكرافت اليوم رح نكون عم نشتغل على دوران الشمس حول الارض. حرام قليلي دوران الارض حول الشمس مثل ما قال. للكرافت اليوم نحن بحاجة لكرتونة بيضاء، قلم، كباية، اتاش باريزيل، مقص، مسطرة، وقلم تلوين. فينا نكون عم نطبع كل هيدول الاشكال او فينا نكون عم نرسمه. رح نرسم 3 دوائر كل وحدة اصغر من الثانية. فينا نكون عم نستعمل كباية او كومباس. بما انه خلصنا الاشكال رح نكون عم نعمل الوصلات تبعهم، واكيد البعض من الارض على القمر اصغر بكتير من الارض على الشمس. رح نفخط الارض من النص. كيف فينا نعمل الكسوف؟ لما القمر يجي بين الارض والشمس. والخسوف؟ لما القمر يتغطى كليا بالارض ويبطل مجاي عليه ضوء الشمس. بالكرافت الجاية رح نكون عم نشتغل على المجموعة الشمسية وعطارد والزهرة والارض والمريخ وزحل والمشتري وإيرانوس ونبتون. تعرفهم بالعربي؟ كيفو غاليليه هلا؟